حملة اعتقالات واسعة وتعسفية نفذتها ميليشيا الأسايش الكردية التابعة للإدارة الذاتية في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي والخاضعة لسيطرة الوحدات الكردية، طالت عددا من الناشطين في منظمات المجتمع المدني من أجل إخضاع هذه المنظمات لسلطتها المباشرة. مصادر محلية أكدت إحصاء أكثر من 11 معتقلا بينهم امرأة من ناشطي منظمات المجتمع المدني خلال 48 ساعة تم اعتقالهم دون سابق إنذار. وأضافت ذات المصادر أن الحملة لم تتوقف على الاعتقالات فحسب، بل شملت مصادرة الممتلكات الشخصية للمعتقلين. حملات الاعتقالات تأتي على الرغم من المناشدات العديدة التي أطلقها ناشطون أكراد لفك سراح المعتقلين، بالإضافة لاعتصام أهالي المعتقلين أمام مركز الأسايش والمطالبة بذويهم. منظمات المجتمع المدني بدورها بدأت بالعزوف عن العمل في مدينة عفرين احتجاجا على اعتقال موظفيها، وعلى رأسهم جمعية بهار التي نال موظفيها النصيب الأكبر من الاعتقال، حيث أغلقت جميع المكاتب والعيادات والمستودعات الخاصة بالجمعية في عفرين. كما أقدمت الجمعية على تعليق كافة نشاطات برامجها المدعومة من قبل الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى غير حكومية، الأمر الذي ينعكس سلبا على أهالي عفرين في ظل حكم الإدارة الذاتية التي تفرضها الوحدات الكردية على المدينة.